السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رجعت يا شيخ، أنا يعني الحمد لله ربنا من عليا وبحفظ قرآن. فلما باجي أصلي طبعا بصلي لوحدي، يعني بقرأ القرآن اللي أنا بحفظ بيه، فبيكون بحس إن أنا صوتي شوية عالي، يعني ممكن لو حد معدي من جنبي ممكن يسمعني، فما بقتش بحكم نفسي إن أنا أوطي صوتي. في البيت يا أختي ولا في مكان آخر يعني؟ لا في بيتي يعني. خلاص مش مشكلة، ارفع صوتك في بيتك. يعني في ناس أجانب يدخلون البيت عليك يعني ولا إيه؟ لا ما فيش، بس طيب يعني مش الصلاة المفروض تكون في لا ممكن، لا ممكن يعني. أنا ما كنتش قبل كده، قبل ما بحفظ ما كنتش كده يعني، كنت بقرأ في لا ما في مشكلة في البيت. إذا رفعت المرأة صوتها في البيت ببعض الآيات لا إشكال عليها، ما لم يسمعها رجال أجانب.